إخوان والأخوات، السلام عليكم. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما تلقينا خبر ديال وفاة اليوتيوبر زنينة فلوكس، نطلب لها الرحمة، الله يرحمها ويوسع عليها، والله يبدل محبتها بالصبر، والله يصبر رجلها والوالدة ديالها خصوصا والعائلة ديالها. نينا فلوك كانت إنسانة طيبة وإنسانة حنينة بزاف، والمشاركين والمتتبعين ديالها كانت دايرهم بحال العائلة ديالها، كتشارك معهم كل شيء، تشارك معهم الزوينة وتشارك معهم الخيبة، وربي بغاها وداها في هاد العواشر. نينا فلوك رحمها الله 11 سنة وهي كتستنى مولود، ربي معطاهاش الوليدات، ومن بعد ما حملات فرحت بزاف وغابت 3 شهور وهي غايبة على ميدان على اليوتيوب. ومن بعد دارت فيديو اللي كان الفيديو الاخير هو هذا اللي شفتو في الاول، لابسه الاحمر، هو هذا كان الفيديو ديالها الاخير. مهم البنات، السبب الوفاة ديال نينا فلوغ هو الولادة المبكرة. الإخوان والأخوات، عسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. يعني هذا الهضره ما قصتهاش على نينا ولا 11 سنة وهي عايشة يعني بخير وكل شيء، وربي ما عطاهاش الوليدات حيت كانت عمرها يعني مازال كما نقولوا بالدارجة، كانت ورقتها مازال ما طاحتش. والسبب ديال الوفاة ديالها وهو هذاك الحلم اللي كانت كتستناه 11 سنة هو اللي أدى بها الموت. هذا يقدر ما يكونش سبب، يعني العمر ديالها هنا كانت عمرها كانت قصيرة، يعني كان غير سبب حيت اي واحد ربي يبغي يدي العمر ديالو كيكون واحد سبب. اللي نطلبه منكم الاخوان، العين حق، راه العائله ديالها ورجلها وكل شيء، صحاباتها قالوا لها نينا ما تشاركيش الحوايج زوينه ديالك مع الناس، انت حامله، ستري الحمل ديالك، ولكن هي ما بغات تبخل حتى على واحد بشي حاجه. والعين حق البنات، راه العين كاينه والعين حق، وما تبقاوش تحكيوا اسرار ديالكم بزاف. بصح المتتبعين ديالنا راه عائله ديالنا، ولكن العين حق، طلبوا لها الرحمه ونتمنى من الله يرحمها في هاد العواشر. وغادي نخليكم مع الفيديو ديالها، اخر فيديو خلاته في القناه ديالها. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كامله صباح خير وعلى خير، توحشتوني عارفه. نتمنى تكون اموركم هانيه، سنه سعيده ان شاء الله تكون دخلت عليكم كاملين بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا يا ربي وليداتكم بخير، عائلتكم بخير، ما علينا. اما بعد، اليوم هذا الفيديو غادي يجيكم غريب شويه. علاش؟ حيت اولا انا شحال هذه اكثر من 3 شهور 4 شهور وانا غابره، دابا جالسه كنتفرج وكنقرا في الميساجات اللي كتصيفطوا ليا سواء في الانستغرام سواء في اليوتيوب، اللي كيبنات كيسولوا فيا علاش غبرتي، ونقول والله ندير لكم هاد الفيديو ونقول لكم علاش غبرت. لان هاد المره السبب ديال الغياب حاجه زوينه، حاجه دعيتوا معايا بها كاملكم، حاجه كلشي اللي كيسولني عليها يعني حاجه زوينه ماشي خايبه. ولكن مهم، من بعد هاد الشيء علاش بغيت ندير لكم هاد الفيديو، باش نقول لكم السبب ديال الغياب. المهم راه باين عليا شويه ديال العيا، باين عليا شويه ديال التخسيخ وقله النعاس وهذا. المهم بغيت نقول لكم السبب ديال الغياب هو انني اخيرا ومن بعد تقريبا اكثر من 11 عام ديال الانتظار، فجاه لقيت راسي حامله. هذا هو السبب علاش غبرت، لاني جاني الوحم صعيب بزاف، جاني واحد الوحم خايب بزاف، جاني بالمعده، فما كنقدرش ناكل وخاصني ناكل. المهم مكرفصه شويه، يعني تقريبا الكوزينه فما كندخلش ليها، كناكل غير مسلوق ولي فخوي هكا الا قديت ناكلهم، ولكن صعيب بزاف. دابا الحمد لله كملت
كمل 3 شهور دازت بخير وعلى خير، وخا تكرف في المستشفى ولكن المهم هو البيبي بخير وعلى خير، ما خصو حتى خير. شويه دابا بدات كتنقص مني الحرقه، ماشي الحرقه، هي الحرقه باقا فيا المعده، ولكن نقصني داك الضران، دوك لي كريز ديال المعده، ما عرفتش واش نفس فاش كناكل ولا كانت بحال كتلوى ليا المعده، هادوك تقريبا نقصوا ليا. باقي فيه شويه ديال الحريق وشويه حاجاكم تقرع، ولكن الحمد لله يعني شويه نقدر نبدا ندخل الكوزينه، نقدر عاد، لان اصلا ما كنطيبش، ما كندير حتى حاجه الصراحه. الا دخلت الكوزينه فغير تنسلق ولا تندير هكا شي حاجه فوق شويه صافي، وتا هما الدار يعني راجلي وخديجه فكياكلوا داكشي اللي تناكل. بعض المرات كيديبانيو هما في الزنقه، يعني ما هذيك الحداقه مشات وليت زيرو حداقه. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، شكرا لكل وحده كانت كدعي معايا، شكرا لكل وحده تمنات لي انني يعني نكون بليد. المهم باقي ما عرفتش واش ولد ولا بنت. المهم شكرا لكم بزاف 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 لما تيسولوا فيا. شي وحدين جاوبتهم قلت لهم راه السبب ديال الغياب هو انني حامله، وسبحان الله سبحان الله اللي قلت لي راني حامله، سواء من عائلتي سواء من صحباتي سواء من عائلة راجلي، تيقول لي واه انت وستري ما تقوليش. نقول مع راسي علاش بغيت نستر، ان ربي اللي عطاه ليا من ورا 11 عام ورمى ليا في كرشي هو ان شاء الله قادر انه يحفظه ليا. واخا نقول لكم واني يعني متاكده ان اغلبيتكم غادي يفرحوا ليا، فدعواتكم معايا بتبعت الحال ان شاء الله ويدوز كل شيء بخير وعلى خير. غادي نحاول مره ندير لكم فيديو نقول لكم يعني فين وصلت. دعواتكم معايا كي قلت لكم بتبعت الحمل ديالي، ودعواتكم مع البنات اللي عارفه كاينين بزاف البنات بحال الحاله ديالي، دعواتكم معاهم حتى هما الله يسهل عليهم ان شاء الله عن قريب، لان كيقولوا دعوات الغريب ديما كتكون مقبوله. فما تنساوش دعوا معايا، بقى طا مع فيكم، واخا دعيتوا معايا من قبل انا نحمل بقاو دعوا معايا حتى نولد، وندعيو ان شاء الله كلنا مع البنات اللي كيتسناو يفرحهم سيدي ربي بشي وليد ولا بنيه. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، نهاركم مبروك. كما سمعتوا الاخوان قالوا لها العائله ديالها ورجلها، نينا ستري الحمل ديالك وما تشاركيش اي حاجه مع الناس، ولكن هي ما بغات تبخل حتى على شي حاجه، كانت دايره المشاركين ديالها اكثر من العائله ديالها. الاخوان والاخوات نتمنى انكم تدعيو لها من كل قلبكم بالرحمه، كانت طيبه، علاش الانسان خصو يكون مزيان؟ كتبقى ديك الطيبوبه ديالو من بعد ما يموت هي اللي كتبقى، ودابا يعني ما عرفناش واش غادي يدفنوها هنايا في مقبره المسلمين او لا غيديوها يعني للمغرب باش تدفن تما. باقي ما عرفتش نهار اللي غادي نعرف، غادي نشارك معكم هذا الخبر. صراحه تصدمنا، خبر صراحه تصدمنا. ودابا كنشوف الفيديو ديالها بحالي باقيه، بحالي باقيه معنا وباقيه ما عرفتش صراحه، خلص الكلام الهضره ديالي سالت، ما عرفتش شنو نقول. الحياه قصيره بزاف 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 بزاف، حياه قصيره. شوفوا شنو بقى، ما بقى والو، شنو خلات الذكريات ديالها والطيبوبه اللي كانت طيبه بزاف بزاف، حتى من تكون كتهضروا كتكون تشوف فيها اولا كتكون تشوف في لي فيديو ديالها كتحس بديك الطيبوبه النابعه من الوجه ديالها، من الهضره ديالها ومن كل شيء. اخوان والاخوات غادي نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش تدعوا لها بالرحمه، الله يرحمها ويوسع عليها ويرزق الوالده ديالها والزوج ديالها، هادو زوج اللي متاثرين بزاف، وخا العائله ديالها ولكن ماشي كما الزوج والام اكثر. نتمنى لها الرحمه، الله يرحمها ويوسع عليها في هاد النهارات المباركه اللي مشات فيها وسعداتها ماتت في هاد العواشر، الله يرحمها ويوسع عليها. وخليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.